هي دلوعة الشاشة كما لقبت، فقد خطفت قلوب المشاهدين وحجزت مكانها بين عظماء السينما والفن المصري. إنها الفنانة القديرة شادية. اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، ولدت في 8 فبراير عام 1931 في حي الحلمية الجديدة بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم تركية. طيب يا بابا، أوعدك إن النور ده ما يدخلش بيتنا إلا لما يجي العداد. بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم أزهار وأشواك، لتقفز لأدوار البطولة في نفس العام من خلال فيلم العقل في إجازة. الليلتي بالذات كنت خايفة لما تجيش، لكن أول ما شفتك قدامي اطمنت. وفي خمسينيات القرن الماضي قدمت شادية ثنائيا فنيا مع الفنان عماد حمدي ثم الفنان كمال الشناوي، كان هو الأبرز على الساحة الفنية آنذاك. كنت زوجة وأم، وجوزي طلقني بسبب تهمة أنا كنت بريئة منها، أخد ابني وسافر وحرمني منه. ومع الفنان صلاح ذو الفقار كانت النقلة الكوميدية في مشوار شادية، فقدمت أعمالاً خفيفة الظل أبرزت فيها طاقاتها الكوميدية كعفريت مراتي، كرامة زوجتي، والفيلم الشهير مراتي مدير عام. غلطانة مين اللي تحقيق؟ يعني بتعترف بغلط؟ لا، يعني مش عايز تعتذر؟ لا. مصمم؟ أيوه. مخصوم منك 5 أيام. كانت شادية نجمة شباك من طراز فني رفيع، فقدمت أكثر من 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية وما يزيد على 1500 أغنية ما بين الرومانسية والوطنية. يا حبيبتي يا مصر يا مصر. وشاركت في مسرحية واحدة فقط هي ريا وسكينة. تعال يا رجل. نعم. تعال قول. نعم. انت حكايتك ايه بالظبط؟ بصراحة آه. انا رجل رزل. أول مرة ألاقي راجل عارف قيمة نفسه. اعتزلت شادية الفن وهي في قمة عطائها الفني حتى وافتها المنية في 28 من نوفمبر عام 2017 بعدما قدمت توليفة خاصة للفنانة المصرية، فضلا عن صوت عذب أبهر الجميع واحتل مكانته في فضاء الفن الرحب. من مصر طارق أحمد. عيش حبنا نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا.